بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلاً إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء. كمان أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر دلوقتي عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن الجو بدأ يدفي شوية النهاردة، الجو الصبح هيكون دافئ النهاردة في القاهرة غير بالليل. طبعا احنا عارفين أنه بيبقى فيه فرق درجات ما بين الصبح وبالليل تقريبا 10 درجات. طمنين أخبار الجو إيه النهاردة؟ هو بالفعل اليوم ما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية الصحراوية اللي بتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار بشكل كبير، فاليوم استمرار قيم درجات الحرارة اللي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 إلى 4 درجات في معظم محافظات الجمهورية فيما عدا المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الغربية. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تسجل 23 درجة مئوية، هيظل الطقس معاها خلال فترة النهار تحتسي بطقس دافي بشكل كبير على مناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، يمكن كمان المناطق الجنوبية جنوب سيناء أو جنوب الصعيد بتحس بقيم درجات حرارة أعلى، طقس فيها أدفى كمان من المناطق الشمالية. لكن مع غياب أشعة الشمس أو الغياب التام لأشعة الشمس ودخلنا بفترات الليل بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن مع وجود بعض السحب فبتظل قيم درجات الحرارة فترة الليل يعني ما بين 15-16 درجة مئوية، فنقدر نوصف الطقس فترة الليل خاصة الليلة الماضية والليلة اللي جاية هو طقس بارد مش طقس شديد البرودة زي الليالي اللي قبل كده، وده بيكون في معظم محافظات الجمهورية. كمان اليوم اللي لازم نحذر منه هو نشاط الرياح، اليوم متوقع يكون معانا نشاط الرياح فيها أتربة طبعا مزل. فيها أتربة سرعات الرياح الأول هتكون ما بين 30-45 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، يعني هتكون موجودة بشكل كبير في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد، مدن القناة، شمال محافظة البحر الأحمر، سيناء، السواحل الشمالية الشرقية، والأتربة والرمال المثارة كمان ممكن تأثر على مناطق من القاهرة الكبرى. طبعا الأتربة والرمال المثارة ممكن تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق وخاصة الطرق الصحراوية أو الطرق القريبة من أماكن مفتوحة بشكل كبير. بالإضافة كمان أن اليوم متوقع يكون معانا فرص لسقوط الأمطار، فمجمل الأمطار اليوم إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية لأنها تكون أمطار ما بين خفيفة المتوسطة وممكن تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ. أمطار تمتد خلال فترة الليل لبعض المناطق من سيناء وخليج العقبة، تمتد الأمطار بقى بكميات أقل أو تكون أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى فيها فرص ضعيفة الأمطار خفيفة، وده عشان هيكون بداية لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من بكرة إن شاء الله. يعني بكرة الأربع هيكون في تأثرنا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، هيعملوا على حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي هتبدأ معانا بانخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، أو ممكن نقول عليها انخفاضات تدريجية في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وكمان خلال فترات الليل هنعود تاني للأجواء الشتوية الباردة أو المائلة للبرودة فترة النهار شديدة البرودة فترات الليل، هيكون كمان عندنا فرص الأمطار الكبير والمؤثر، يعني احنا أربع وخميس وجمعة فرص الأمطار المؤثرة بشكل كبير وخاصة على المحافظات الساحلية وتمتد كمان لمناطق داخلية ومنهم القاهرة الكبرى، بالإضافة كمان نشاط رياح يحسسني بالبرودة أكثر. يمكن ذروة الحالة الجوية هتكون يوم الخميس، فإحنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية لأن في تقلبات جوية. أكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
في القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12، في العاصمة الإدارية 23-10، الإسكندرية 20-12، والعلمين الجديدة 19-11، مطروح 18-11، دمياط 22-13، بورسعيد 24-13، والإسماعيلية 25-11، في السويس 24-12، وفي العريش 25-12. كاترين العظمى فيها 19 والصغرى 2، طابة 24-13، حلايب 24-16، وشلاتين 28-15، شرم الشيخ 27-16، والغردقة 27-13. في الفيوم العظمى 23 والصغرى 10، وفي بني سويف 23-11، في الوادي الجديد 29-7، وفي أسيوط 25-8، سوهاج 26-10، وإنا 28-12، الأقصر 29-12، وأسوان 29-13. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لشاذلي ومنا، ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك هلا على كل هذه التفاصيل.